جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: هل يجوز أن أؤدي العمرة عن أكثر من شخص وفي نفس المرة الأولى؟ العمرة لا تجزي إلا عن شخص واحد، والحج لا يجزي إلا عن شخص واحد، لا يشترك فيه بين أشخاص. وإذا أراد أنه ينفع إخوانه فيعتمر عن كل واحد عمرة مستقلة. نعم.